كل من بيومه يموت. هذا صوت الطلبة. بغداد الأحد 29 كانون الأول آخر عقبية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، أتمنى أنه يتصل على واحد من هاي الأرقام اللي ظهرت حاليا أسفل الشاشة. أيضا عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل على أرقام الاتصال يكتب لنا رسالة على هذا الرقم اللي ظهر أسفل الشاشة حاليا. هذا الرقم غير مخصص للاتصال، أكرر أنه هذا الرقم ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، أعتذر من السادة المشاهدين، فقط رسائل. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسم ومكان الشخص اللي دازلنا الرسالة حتى أقدر أقراها للسادة المشاهدين. حلقة اليوم هي تغطية مستمرة لقناة الرافدين للي دا يصير بالعراق، خصوصا بعد 1/10، بعد انطلاق ثورة تشرين والزخم اللي دا يصير بيها. اليوم الطلبة اليوم تقدرون تقولون حيوا الثورة مرة جديد، تقدرون تقولون دعموا الثورة بزخم جديد، تقدرون تقولون فندوا كل الآراء اللي تقول أنه الثورة انتهت، أو مراهنات الحكومة أنه الوقت راح يخلي الشباب يمل ويرجع لبيته. كل هذا دا يصير اليوم بالعراق. البارحة شفنا هاشتاج احنا هنا، احنا هنا ليش؟ لانه طلعت كلمات تقول انه الثورة خلصت وساحة التحرير فرغت وساحات التظاهر ما بها ناس، فطلعوا بهذا الهاشتاج. وشفتوا الفيديوهات اللي طلعت واللي يقول احنا هنا ما نرجع، واحنا ما نسكت، واحنا ما نبطل، واحنا نبقى. اليوم المتظاهرين ببغداد والمحافظات استمروا بتظاهراتهم، تظاهرات طلابية حاشدة بالعاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات استجابة لدعوات المشاركة في الاحتجاجات المليونية حتى يكون إضراب عام تضامنا مع مطالب الثورة المشروعة وسط تزايد الزخم للتظاهرات لرفض مرشحي الكتل السياسية لمنصب رئاسة الوزراء وعمليات المراوغة والتسويف والمماطلة اللي بيسووها السياسيين نتيجة هذا الأمر وعدم انصياعهم إلى مطالب المنتفضين. يعني واحدة من الشعارات أنه تقول لا هادي العامري ولا خميس الخنجر، ساحة التظاهر هي الكتلة الأكبر، لكن السياسيين إلى اليوم ما سمعوا المتظاهرين، ما نفذوا لهم شيء، ما سووا لهم شيء، والمتظاهرين ما زالوا واقفين بمكانهم، بعدهم مستمرين بتظاهراتهم، بعدهم بنفس العزيمة، بعدهم بنفس العنفوان، بعدهم راكضين وراء وطن، بعدهم يردون يحصلون هويتهم، هوية الشعب العراقي، هوية العراق، سيادته، مصالحه، خيراته، يردون يحافظون عليها ما تطلع إلى الخارج. قطع دابر التدخلات الخارجية، لا إيران ولا أمريكا ولا غيرها. يردون يبنون دولة بمعنى الدولة. أما ذولا السياسيين فهم بايعيها أصلا، وهم خايفين من المتظاهرين وخايفين من الثوار وخايفين من الشعب. والدليل أنه يوميا طالع لنا مرشح وتسقط الثورة ويطلعوا لنا مرشح جديد، وتسقط الثورة مرة ثانية ويطلعوا لنا مرشح جديد. أما بمحافظة ذي قار أيضا الاعتصامات أمام الحقول النفطية ما زالت
مستمرة لليوم الثاني على التوالي. هذا الأمر أدى إلى إيقاف إنتاج النفط تقريبا 100,000 برميل يوميا كحد، يعني هي أحد وسائل الضغط على الكتل السياسية لأجل استجابة إلى المطالب. وبالنجف المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي إلى مطار النجف، وهي إحدى وسائل الضغط الأخرى اللي يستخدموها المتظاهرين السلميين. ركز على كلمة السلمية. أول اتصال ويانا أم أزهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها، وأحيي وأحيي المنتفضين، وأقول لهم زيدوا من همتكم وشجاعتكم، والناس كلها والعالم كلها قاعد حييكم، والعالم كلها فرحانة بهيك شباب حلوة طلعت نهضت ورفعت من مستوى العراق وسمعة العراق اللي حطموها الفاسدين، والفاسدين يظلون يماطلون من حزب الدعوة. حزب الدعوة هو يتماطل من زمان وما يريد يوخر من الحكومة، يريد يبقى يستمر بإجرامه وقمعه للبلد واستمراره ويا إيران، لأنه هو حزب منتمي إلى إيران، هو إيراني لأنه نمى في إيران. فمن هو المالكي؟ من هي كل مجموعة حزب الدعوة مجموعة الفاسدين الموجودين في إيران، وكل المجموعة الموجودة في الحكومة هم كلهم فاسدين، يعني من سنتهم إلى شيعتهم إلى كل الموجودين، لأنهم ما حد أنجز شيء ولا أحد قدم شيء ولا أحد نظر لها المتظاهرين اللي صار لهم شمسهم وبردهم وحرهم، وكلهم طالعين يصيحون نريد وطن نريد وطن. هم ماذا يفتهمون شنو الوطن؟ هم ما يفتهمون شنو وطن، هم يفتهمون فلوس ورشوات وتعاقدات من هالمشاريع الوهمية وفلوس بجيوبهم. هاي هو مستواهم، هذا مستوى هم الموجودين هنا، ما مستوى حكم هذول، ما يعرفون يحكمون ولا يعرفون يحبون شعب ولا يعرفون الشعب شو يريد ولا يعرفون الدولة شو تريد أصلا. هم مو جايين، هم حثالات جاوا من حثالات أمريكا وإسرائيل وهذول البلدان اللي كانوا بيها. بس اللي مؤلم جدا انه بعض البلدان الدول العالم دا تتفرج على هالشباب الحلوه ويصيحون انه شباب جيدين ويصيحون شباب ممتازين ويصيحون كذا وكذا، لكن المفروض دعمهم يدعموهم حتى يقون اكثر، حتى يستندون اكثر، ولا هو ما يحتاج لهم سند، هم سندهم ان شاء الله هو قوة الله وإرادته وعزيمتهم وإرادتهم القوية راح ينتصرون على الفاسدين الموجودين ويحيوا العراق من أو يجعلوا عراق مثل أول إلى سمعته وتاج على العالم كله. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. اليوم مثل ما قلنا أنه الطلاب كان لهم توافد كبير إلى ساحات التظاهر ببغداد، آلاف الطلبة وصلوا إلى ساحة التحرير تأكيدا على استمرار الإضراب العام على الرغم من القمع الحكومي اللي دا يصير في التظاهرات. اليوم أيضا بساحة التحرير شيعوا أحد المتظاهرين اللي استشهد نتيجة آلة القتل الحكومية. سمي الحراك هذا الموج الأبيض نتيجة إلى ثورة القمصان البيضاء التي يرتديها الطلبة. حتى نكون أكثر دقة، بغداد شفتوا الفيديو اللي خرج بعد التايتل، كان هذا توافد طلاب الجامعة أو طلاب العاصمة بغداد إلى ساحة التحرير. طلاب الجامعة التكنولوجية ببغداد خرجوا أيضا بتظاهرات. المتظاهرون ببغداد أغلقوا مديرية تربية الرصافة الثانية تأييدا لدعوات الإضراب العام، ورددوا هتافات تؤكد استمرارهم بالإضراب العام حتى تحقيق مطالب المتظاهرين. عندنا محافظة كربلاء طلاب الجامعات خرجوا بتظاهرة وأكدوا على استمرارهم بالتظاهرات والإضراب عن الدوام والاعتصام حتى
حتى تسقط الأحزاب السياسية ويسقط النظام ومحاكمة الأحزاب الفاسدة. واسط تحديدا بمدينة الكوت خرج الطلاب مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة. عندنا ديالى واصل الطلبة بالمحافظة تظاهراتهم المؤيدة للإضراب العام ومطالب ثورة تشرين المشروعة. محافظة بابل طلبة المدارس والجامعات ونقابة المعلمين بساحة الاعتصام واصلوا تظاهراتهم بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، وأكدوا تمسكهم بالعصيان المدني والإضراب عن الدوام حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين كاملة متمثلة بإسقاط النظام ومحاكمة الأحزاب الفاسدة. أيضا في مدينة الحلة يم مجسر الثورة، الطلاب استمروا بتوافدهم إلى مجسر الثورة، وردد المتظاهرين هتافات وأهازيج تضامنت مع ثوار تشرين ومطالبهم بإسقاط النظام وإزاحة الأحزاب الفاسدة عن الحكم. أما بذي قار واصل الطلاب توجههم إلى ساحة الاعتصامات بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وهم يرددون هتافات تأكد استمرارهم بالتظاهرات والاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة. نكتشف من هذا الأمر أنه جميع المناطق، جميع المحافظات، كل دوائر التربية، مدارس، طلاب جامعات، طلاب معاهد خارجين بالتظاهرات تأييد لهذه الثورة. هنا فشل رهان الحكومة على عامل الوقت. محمد من الرمادي، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عم؟ احنا نتشرف بالقناة مالتكم. هلا بيك اخويا، لنا الشرف كله. يزيدنا فخر من نشوف القناة مفتوحة والله. حبيب قلبي. بس انتم ناخذين الفقير. واجبنا اخ محمد، واجبنا. اي والله عمي، احنا انا ثالث مره رابع مره انا خبرتك، احنا جماعه الرزازه، احنا ما نطلع من الباب هاي مال الصقلاويه، يعني احنا هسه انا نمشي بدون شعور. نعم. يعني نمشي بدون شعور هسه انا، احنا ما عندنا يعني شعورنا يعني ما شد اقول لك، يعني نمشي بس ميتين. نعم. نريد نصل على نتيجه، جماعه الرزازه ما جاي تطحن طلنا عليهم خبر، ما خلانا. رحت لسيد محمد الحلبوسي وما خلص واحد وما رحت علي، يعني العبادي قابلته ما خلص واحد من عدم الحكومه ما قابلته، ما جاي يعطينا نتيجه عم نهائيا فرد نوب، فاحنا ما علمنا قال الله وانتم قناتكم وانتم، يعني قال الاول فضل الله والفضل قناتكم انتم، ما حد عم جاي دع كل قناه سدت عن هاي، ليش من اربعه خمسه جاي يخطفونهم يقولون هذا الخطفهم، ليش دول 4000 الا 200 واحد ما حد يداعي بهم؟ نعم يا عمي، احنا فاحنا نشكر قناتكم ونشكركم، نريد مساعدتكم ويانا، ما نريد بس المساعده من عندكم ويانا، احنا ما لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. شو اللي نسوي شنو احنا عمي؟ وانا المقابله كان عندي، يعني احنا داخل يوم خابرتك قلت لك احنا 193 واحد من فقد واحد، يعني وين نروح احنا؟ وين ننتجه؟ يعني 193 عائله احنا استعانا مهجن بيته واحد يضحك على واحد وجوه لسامه. يعني على شنو هو؟ نعم اخ محمد، يعني اذا اذا كان برنامج صوتكم نعم. مركز على ثوره تشرين، مو هو ناسي نعم. او القناه ناسيه قضيه النازحين او قضيه المعتقلين او قضيه المخطوفين، لا ابد، لكن الثوره اليوم هي عندها هدف، هو اسقاط النظام، بعد اسقاط النظام راح تتكشف كل الامور، راح تتكشف كل القضايا، راح تنكشف كل الاوراق، فلهذا السبب نعم. اليوم الشغل الشاغل للعراقيين هي ثورة تشرين، ثورة الشعب العراقي ضد الظلم، ضد الفساد، ضد القمع. الله ما رب إن شاء الله ينصر الحق على الباطل. نعم. والحق ما يكون ترى باطل. نعم. فاحنا نعم. يعني وين نشكركم، جزاكم الله بالخير. لا شكر على واجب. عمي بس احنا جماعة الرزازة ما نريدهم ينسون. تمام. بصراحة احنا ما نريدهم ينسون. تمام 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 إن شاء الله. مشكور مشكور أخ محمد. عندي من السعودية أبو فيصل، حياك الله يا أبو فيصل. أبقاك الله أستاذ، مساء الخير. ويقويك ربي إن شاء الله، مساء النور، تفضل أخوي. كيف حالك؟ تحية لك وتحية لقناة الرابط، تحية الكادر، تحية للشعب العراقي الساير. حياك الله أخوي. هذه الثورة الساد الله يحفظك ويحفظ العراقي الشريف، بالنسبة لهذه الثورة هي التي سوف تنقذ العراق، ولا خوف على العراق في وجود هذا الشعب الحي، وإن شاء الله النصر قريب. لما ان هذه الانماعات هي لو ما ثار الشعب قسم بالله لا يتقسم العراق على هذه الحثالات الانماعات، يتقاسمون العراق ليبيعوا
الميليشيات، ولكن الشعب العراقي انقذ العراق من نزاخه الى البصره. الشعب العراقي تحيه على تلاحمه وغيرتهم العربيه الاصيله، تحيه لك. حياك الله، حياك الله اخوي العزيز، شكرا شكرا جزيلا لك. طبعا ثورة تشرين احنا شفنا فعاليات ثورة تشرين، اكو فعاليات فنية، اكو فعاليات ثقافية، اكو كثير من الفعاليات لها الكثير من المنجزات. اهم منجز لثورة تشرين هو اسقاطها الطائفية اللي رادت تتأسس لها ايران واذنابها بالعراق في نفوس الشعب العراقي. اليوم اكو منجز جديد ومنجز مفرح، مقاطعة الشعب العراقي لكافة المنتجات الإيرانية ودعم الشعب العراقي للمنتوج المحلي. اليوم أكو تصريح إلى مدير ناحية بني سعد بمحافظة ديالة يقول مقاطعة المنتجات الإيرانية أدى إلى إحياء 10 مصانع بالمحافظة. أغلب هاي المصانع هي لإنتاج المواد الغذائية، وإقبال الناس على شراء المنتوجات اللي نست من عشرات السنين أو من التي يعني غابت سنوات من الأسواق أدت إلى إحياء العمل وإحياء هاي المصانع، وأدت إلى خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل. هنا التصريح نفتهم منه شغلتين، نفتهم من عنده أنه السياسيين هم اللي دمروا الصناعة وهذا معروف، وهم اللي سببوا بأزمة البطالة والعاطلين عن العمل، وهم اللي سببوا دمار المصانع العراقية وإغلاق الكثير من المصانع العراقية. ونفتهم أنه الثورة لها مشروع وطني اللي هو دعم المنتجات المحلية، دعم الشعب العراقي، دعم الهوية، دعم الوحدة ما بين الشعب العراقي. فهو شيء مفرح ومبكي، مبكي أنه العراق عنده قدرات وعنده معامل وعنده مصانع ويروح يستورد لي من إيران، مبكي أنه هو عنده نفط جوا قاعة وكميات كبيرة ويروح يستورد مشتقات نفطية وغازية من إيران. عندنا اتصال من العاصمة بغداد. صباح، حياك الله يا صباح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك، الله يبارك فيكم. بالنسبة يعني دور الحكومة بعد الاحتلال من 2003 لحد الآن، يعني احنا شفنا هاي 16 سنة يعني تم تدمير كل المنشآت الحيوية والمعامل والصناعة والزراعة، ونعرف احنا هذا الشيء يعني مقصود في سبيل يعني لا تجارة عندنا، لا تصدير، لا زراعة، لا اكتفاء ذاتي بالطاقة الكهربائية، لا خدمات، لا صناعة محلية، في سبيل تتوجه الحكومة العراقية ومقصودة إلى جارة السوق إيران والاستيراد من إيران. يعني هاي معروفة، يعني حتى المعامل وآخر شيء شافوا من الناس مصفى بيجي تم سرقته على إيد الحشد، وعدة مصانع تم إيقافها وتوليد الطاقة في سد حديثة وغيرها يعني يحتاج لبس صيانة. فكل التعطيل اللي صار والعطل اللي صارت في العراق هي مقصودة من قبل الحكومة. يعني الحكومة ما تريد تعيد تأهيل المصانع والورشات في سبيل يصير عندنا إيد عاملة والناس تشتغل والناس تتعين وغيرها، يعني كلها مقصودة. الآن اللي صار بساحة الاعتصام واللي المتظاهرين يعني واحترامنا لهم اللي نوهم على هالشيء ان الصناعه المحليه ودعم الانتاج المحلي، واللي شفنا يعني عده مناشير وعده مشاركات صارت ان دعم القطاع الخاص العراقي في سبيل يعني يدعمون الصناعه المحليه. لكن احنا نعرف اكو ناس يتقصدون مثل ايران وغيرها وميليشيات ايران والحرس الثوري، هذا راح يأثر على اقتصاد إيران وتجارة إيران بالنسبة لتصديرها للعراق، وراح تتحارب هذا الشيء. لكن إرادة الشعب إن شاء الله فوق إرادة المحتل وفوق إرادة الناس الذيول العملاء اللي 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 جاي يدمرون بالبلد. يعني إحنا مع الأسف من يتم إيقاف المصنع يعني 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 الحكومة العراقية ما راح تفكر المصنع هذا إيش كم موظف فيه. يمكن أكو مصانع عندنا كانت بال4000 موظف و3000 يعني 3000 عائلة، يعني ما يهمها ولا تكتثر الحكومة العراقية ان عايشين 3000 او 4000. ايش كم مصنع عندنا ببغداد وبالمحافظات تم ايقافها بالكامل؟ ليش؟ مقصودة في سبيل العطلة، وهاي العطالة اللي صارت عندنا ببغداد وبالمحافظات الجنوبية. يعني هم يريدون هذا الوضع يظل مستمر ويريدون الشعب يظل ساكت، لكن الشعب الان انتفض على هالشيء
والناس جاي تدعم بهالصناعات المحليه الموجوده عندنا، ويريدون احد مطالبهم وشروطهم اعاده تاهيل المصانع اللي تم ايقافها متقصدين من قبل الميليشيات ومن قبل حكومه الميليشيات الطائفيه. فان شاء الله الخير قادم اذا هيك شباب يدعمون الصناعه والصناعه والقطاع الخاص، وان شاء الله نخلص من هاي الغمه الموجوده علينا. هي الطبقه السياسيه بالكامل، يعني طبقه سياسيه ما تكترف حتى للوضع الامني مع الاسف يعني عليهم. شفناهم يعني اجتماعاتهم وتكتلاتهم، كتله البناء ورشحت فلان، هو كلهم ناس فاسدين وسراق، لكن الارواح الناس المتظاهرين اللي تم اغتيالهم وتم تصفيتهم وتم خطفهم وتم اغتصاب مع الاسف بعض العراقيات اللي هن شرفنا ذني تم اغتصابهم، ما شفنا الحكومة العراقية شكلت مجالس تحقيقية وبثت بالأمر أن منو المسبب، يعني ما قالوا لنا القناص منه اللي خلى الأسقاط وانفجرت منه، اللي كان يرمي رمي حي على المتظاهرين ويقتلهم حادثة الوثبة والسنك وفي الديوانية والبصرة وكربلة وبالنجف وبابل، هاي الأرواح اللي تم قتلها أكثر من 500 شخص وجرح ما يقارب بال20,000 شخص. يعني ما شفنا الحكومة ولا البرلمان انعقد في سبيل يحددون من الجاني. يعني أكو أذية صارت على المجتمع العراقي والعوائل العراقية اللي المرأة ترملت والأطفال تيتمم على إيد الميليشيات الطائفية، وبعض القتلة والمصابين تم قتلهم على إيد الجيش والشرطة. رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الوزراء، شنو اللي إجراء اللي صار بحق ذول الناس اللي انقتلهم؟ يعني ماكو أي إجراء، جاي يجتمعون يرشحون أسعد العيداني قصي السهيل وكلهم ناس مجرمين وقتلوا، وإحنا نعرف قصي السهيل أو أسعد العيداني بحادثة 2015 بالبصرة تم قتل أكثر من 25 شخص، شنو اللي سووا له؟ سواء قائد عمليات البصرة أو سواء المحافظ هو اللي يمثل أعلى سلطة بالمحافظة، شنو الإجراء اللي صار ضدهم؟ أو جميل الشمري بأخير أحداث شنو اللي تم تكريمه ونقله لديالة واستقبله بعض القوات مكافحة الشغب والأسوات بالهلاهل والهازيج ويباركوا له، لأن على أساس جاي من الجبهة كان يحارب بالإيرانيين أو يحارب بالأمريكان، وهو تم على إيده تم قتل أهل الناصرية، يعني 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 بدم بارد قتلهم، ولا أحد لا حكومة حاسبته ولا عرفنا منو الجاني. احنا نعرف الجاني هم الميليشيات الحشد على ايد الفياض والمالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري والمهندس، احنا نعرف ذولي هم الحكومه اللي جاي تدير العراق كله. لا اكو سلطه الوزير دفاع ولا وزير داخليه ولا اكو سلطه القانون ولا اكو سلطه لاي وزير، السلطه هم السلطه الحشد والميليشيات. نعم اي، فهاي الغمه ان شاء الله نخلص من عندها، والشعب طالع القوه عليهم ورافضين كل الطبقه السياسيه ورافضين كل المشاركين بالعمليه السياسيه من 2000 لحد 2003 لحد الان، لان فشلهم بتقديم الخدمات وتقديم الامان وتقديم التعيينات. يعني ما كسبنا من عندهم غير المخدرات من ايران والتفجيرات هاي اللي كانت تضرب العاصمه بغداد وتضرب الجنوب، يعني كلها احنا هسه اتضح لنا اهل الكواتم اللي هسه حاليا شفنا الكواتم صارت بالنجف وبكربلة، هم داعش موجود بكربلة ونجف، لا هي الميليشيات نفسها هم دواعش اللي كان يقتل بال 2005 و6 والصراع الطائفي اللي كان كواتم وعبوات لاصقة وتفجيرات بالمناطق في سبيل ارباك الوضع وعلى شبيك هذول السنة هم داعش وغيرها. هسه اتضح للمجتمع العراقي ان الحكومة والميليشيات والحشد هم اللي يقتلون وهم اللي شايلين الكواتب وهم اللي عندهم باجات وهم اللي يصفون حاليا بكل طوائف الشعب. يعني الميليشيات الطائفية ما يهمها هذا عراقي سني أو شيعي أو كردي أو مسيحي، اللي يهمها أي واحد يعارضها ويعارض المشروع الصفوي الإيراني في العراق يتم تصفيته سواء سني أو شيعي أو كردي أو طيب. مسيحي. نعم نعم، شكرا لك أخ صباح. عندي من النمسا إيمان، حياك الله يا إيمان. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي قناتكم، هاي البطلة اللي ما مثلها أبدا قناة موجودة. حياك الله أختي. ألف رحمة ونور على الشهداء اللي راحت، وهذول الشهداء الورود اللي راحت تروح لهم فدوى إيران. نعم. تفضل يا أختي إيمان.
انقطع الاتصال ويا الأخت إيمان. طبعا الأخ صباح تكلم كثيرا عن قضية الصناعة وقضية العراق وشون السياسيين يتعاملون، لكن يعني يبدو أنهم يعني ما عندهم عقل اقتصادي نهائي، لأنه محاربة الصناعة المحلية وقطع أرزاق الناس وإغلاق المعامل والمصانع العراقية هو مو بس توفير فرص عمل إلى الناس، هو توفير منتج محلي تستفاد منه لتسويقه للناس وتسويقه للداخل، ونفس المنتج تستفاد منه لتسويقه إلى الخارج. فأنت هنا وفرت فرص عمل، وفرت مدخول، وفرت كثير من الأشياء، بدل ما تجيب شيء منتج بديل عن هذا المنتج اللي أنت أصلا تنتجه وتدفع عليه جمرك وقد يكون أغلى من الناتج المحلي، فراح توفر مصدر رزق من الخارج ومن الداخل. لكن هم ما عندهم هذا التفكير نهائيا، يعني هم غلقوا المصانع، ويعني شنو اللي بقوه وصاحي؟ لا صناعة العراقية موجودة، ولا الزراعة العراقية موجودة، ولا الثروة الحيوانية يعني اكو اعتناء بها، ولا اكو اي شيء بهاي الدنيا موجود بالعراق اليوم هم دايرين بالهم عليه. تمطر الدنيا تغرق بغداد. رندا من كندا ويانا، حياك الله اخت رندا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا احييكم واحيي قناتكم، المفروض قناتكم اسمها قناه الحق، لان انتم الوحيدين اللي تنقلون الحق بالمضبوط، يعني غير القنوات الباقيه. حياك الله اختي، هذا واجبنا ولا لا واجب، يعني لا شكر على واجب، عفوا. اكيد. الشغله الثانيه بالنسبه للطلاب، وقفتهم مشرفة في العراق عموما، يعني بغداد كل المحافظات. نعم. اكو شغله البارحه اللي صارت بساحه التحرير، العصابات اللي جثت عليهم بالليل، طبعا اكو مواقف سووا مناشده كل يعني المرجعيه والمقتدى الصدر، واللي هم طبعا نصهم هم من الاحزاب اكيد، بس المهم يعني مناشده، بس هو يعني ليش بالليل يطلع يصير انسحاب الجيش والداخلية وأي أحد من الحكومة، يعني اللي مفروض هو واجبهم حماية المتظاهرين السلميين، ويخلون عصابات تفوت عليهم. يعني هاي مو صعبة، يعني أحزاب ما يقدرون يتخلصون منها، لأن هم ما لهم حكم وهم ما يقدرون يسوون شيء. يعني أبسط شيء إنه بس يحمون المتظاهرين، يعني بحد تفوت عصابات عليهم بالليل شاشين وسيوف، وكأنه الحرب الإسلامية رجعت مرة ثانية. ترى ماكو شيء، دولة يعني صفر، ماكو أي أحد يوقف وياهم، ويخاطبون المرجعية. زين أوكي، المرجعية تكون إحنا ويا الشعب، بس هو الأحزاب ما تسمع للمرجعية. وإلى متى يعني؟ أكو لازم يصير فد شيء. ليش أشوف أكو المرشح الشيخ علي يقولون احنا ما نريده، لان هو الوحيد. اوكي هو مو الاحسن، بس هو بهاي المرحله هو الاحسن واحد، لان هو على الاقل يعرف لهم، يعرف الاحزاب، يعرف شلون يخلص من والله اخت رندا، يعني الشعب العراقي لا بعين الشيخ علي ولا بعين اي شخص موجود من الكتل السياسيه، يعني حتى فائق الشيخ علي ما علينا بالكتل. انا ضد كلهم، ضد كل الاحزاب، وضد كل واحد كان مشارك في العمليه السياسية، بس على الأقل هو يمكن أهون من غيره. يعني هم دي يرشفون اللي من عندهم، بس إحنا من عندنا منهم الساعدي ما يردوا وغيره ما يردوا، بس إحنا إذا نبقى بهذا الوضع اللي إحنا فيه هسه، خلص كل يوم أكو شغلة جديدة، مرة المجازر اللي صارت، مرة عصابات تفوت عليهم، مرة القوات تروح والداخلية تخلي أحزاب تفوت عليهم. يعني هي خربانة، يعني اوكي والشعب واقف ويتظاهر، بس الى متى؟ لازم ينحط لها حد. ما هو هذا اللي يريد الشعب العراقي، الشعب العراقي يقول انا لا اريد فائق الشيخ علي، ولا اريد قصي السهيل، ولا اريد اي واحد موجود بالكتل السياسيه شارك بمنصب سياسي او فاز بانتخابات من 2003 لليوم، لانه كلهم اثبتوا فشلهم في حكم هذا البلد، وكلهم اثبتوا انهم جايين من اجل شيء الشعب العراقي ما يريده. اليوم الشعب العراقي ثورة تشرين بالتحديد تقول أنا ضد المحاصصة، فائق الشيخ علي واحد من أطراف المحاصصة، لأنه صار نائب بالبرلمان أكثر من مرة ضمن نظام المحاصصة، فشون راح يرضى به الشعب العراقي؟ بس إنه هي ما يلاقي أحد
يكون هو هسه المرشح الاصلي يعني اللي يلزم كل القضيه هاي، يعني صار من 1/10 واحنا هسه فاتين على 1/1. زين اريد اسالك سؤال اخت رندا، يعني معقوله 33 مليون الشعب العراقي ما بها واحد غير بس هاي الشكوله اللي جت ورا 2003؟ يعني اكيد مو انا اللي قاعده بكندا ارشح واحد، اكيد هم متظاهرين اللي بساحات التحرير هم يطلعون واحد، بساحات التحرير هم اللافتات اللي موجوده والاسماء المطروحه ما يرضون بها. طبعا ما يرضون بها، مو احنا رجعنا لنفس النقطه، هو يقول لك اني هدفي اسقاط النظام، هدفي اسقاط البرلمان، هدفي ارجاع الهويه العراقيه، هدفي انهاء الكتل وانهاء المحاصصه وانهاء كل شيء. النظام اللي اجى من 2003 الى اليوم هو هدفه، هدف الثورة العراقية وهدف الشباب المنتفض اليوم أنه يسقط هذا النظام. إذن هو يريد دستور جديد، يريد بلد جديد، ويريد نظام جديد، ويريد ناس تحكمه غير هذولة. فهو خلي ينجح بهدفه وراها نشوف شو يصير. أكيد، بس هي أنه لازم يعني تنحسم انه اوكي احنا قاعدين واحنا مستمرين، صح مستمرين شباب متحملين البرد ومتحملين الاذى والاستشهاد مستمر كل يوم 1/10 وكل المحافظات العراق، بس لازم يخلون نقطه خلاص ان هنا هذا حدنا وياكم، انه الى متى انت تشوف بالايام كلها بس عد شهداء، بس كل يوم زادت عدد الشهداء، طب الى متى الاحزاب قاعده نفس النهب مالتها ونفس الاجرام مالتها والكل واحد قاعد على منصبه وعلى وضعه، وما ماكلها غير العراقي اللي قاعد مظاهر، صح ولا لا؟ طيب حسبي الله ونعم الوكيل، والله كريم، الله يفرجها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اخت رندا، شكرا شكرا جزيلا لك. محمد من الناصريه ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخويا. طبعا احنا من متابعين قناه الكريمة، نتشرف بيك وبكل اهالي الناصريه. انت تشرف رحم الوالد. والديك الله. والله استاذنا هو ثوار، ثوار الناصريه تدري انت هوايه هوايه مظلومين يعني. نعم. اي ف يعني هوايه ظلمتهم الدوله، هنا فقر هوايه، هنا بطاله، بطاله هوايه عندنا كلش هوايه يعني. نعم. يعني احنا هاي الحكومه ما نعرف شنو، يعني نقول لهم ما نريد شرط مجرب يجيبون لنا من الاحزاب مالتهم، ما نفهم يعني شنو اللي ياخذونه معنا، ما نفهم. نعم. اي فما يعني نقول لهم نريد شخص مستقيل، شخص وطن، شخص يخدم البلد. يجيبون لنا شخص من عندهم، يعني هذا البلد خلى من الناس الطيبه، الناس الخيره. نعم. اي يعني هو ما جاي، يعني ذولا الاحزاب ما قادوا البلد. نعم. وانا اشكركم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا لك اخ محمد. عندي من السعوديه سعد، حياك الله يا سعد. الله يحييك ويبقيك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله وقسما بالله والله الذي لا اله الا هو. نعم. هذه الثوره ان الشعوب كلها تحركت، انا احكي بصفه الشعوب ما احكي بصفه حكام، ان الشعوب كلها معاكم وقسما بالله العظيم ان الشعوب كلها معاكم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن الحكومة، أن العصابة هذه فوتت على نفسها فرصة للهروب الكبير بقتل، بإسفاك أول نقطة دم من هذول الشعب الطيب الطاهر النقي. وإيران الحين يعني المعلوميتكم أيها العصابة، إيران قسما بالله تبغى التخلص منكم عشان إيش؟ ما تطلع الوثائق والبلاوي اللي أنتوا ارتكبتوها، هم تحاكم، هي بتتحاكم، ولكن انتم في مصير الحين ما عندكم اي مجال للهروب، والشعب ان شاء الله هذا اللي قدر يسقط رؤوس العصابه هذه قادر يسقط باقي العصابه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، شكرا شكرا جزيلا لك اخ سعد. عندي من واسط ابو علي، حياك الله يا ابو علي.
السلام عليكم، تحية لحضرتك الكريم، تحية للجمهور. السلام ورحمة. تحية للعراق والعراقيين وأبناء ثورة تشرين اللي إن شاء الله هم أمل العراق وأمل الأمة إن شاء الله للخلاص من كل ديكتاتورية موجودة وكل تسلط لغير العرب على العراق. صراحة يعني اليوم الوضع بالعراق خاصة أعضاء الآن بعد ما قضوا قانونين، قانون المفوضية وقانون الانتخابات، بعد ما زعل برهم صالح ورضوه قالوا أسعد العيدان ما راح يترشح، الآن راح يجيبون واحد. يعني أنا تحية لإخوان المتظاهرين، إحنا إذا ما اتفقنا على شخص اسمه بالعلن ما راح تنجح الثورة. لأن هل نتوقع من اللي راح يجينا هسه أياً كان أي اسم كان راح يجيبونه؟ طبعا ما عنده جنسيه ثانيه، وراح يجيبونه انه مستقل هو مو مستقل، وراح يجيبونه انه مو متحزب وما ماسك سلطه بلاد ولا عليه شبه فساد، بس هو راح يجي حتى يخدمهم. زين، هل راح يجي راح يقدم القائد العام للقوات المسلحه للمحاكمه لانه قتل المتظاهرين؟ هل راح يقدم نور المالكي للمحاكمه لانه قتل البحويجه والاحداث اللي صارت؟ هل يقدم البادي لانه قتل ابناء البصره؟ يقدمهم لو لا؟ هل يقدم تهم الفساد اللي موجوده ويحاكم رئيس قضاء المحكمه الاتحاديه انه قاعد يشرع قوانين ويفسر القوانين حسب رايه وهوى الاحزاب؟ هل يحاكم القاضي اللي طلع السوداني بكفاله 50 مليون من السماوه وهسه ما موجود؟ هل يطلع هذه مؤسسة الشهداء اللي آخر شيء طلعت بريئة وما عندها شيء، وسكتوا بالبداية سكتوا ناس بخبر أن انحكمت 7 سنين ما أدري 6 سنين؟ هل هذا راح يسوي؟ هذا رئيس الوزراء الجديد راح يسوي هذا الأمر؟ أنا أقول لك بالأكيد ما راح يسوي أي شيء. لكن إذا المظاهرين قالوا إحنا نريد فلان الفلاني ويسمونه بالاسم، وهذه لازم الأحزاب تستجيب ومجلس النواب يستجيب، ولازم يلغي القانون اللي هم قرروه، المفوضية الانتخاب كذلك يلغيها ويجيب مفوضية جديدة، يوقف الدستور اللي أساساً هو كله مغالطة وكله تفاهم الشخصية، يقدم الآن الميليشيات الحشد الحكومي الموجودة حالياً يقدمها للقضاء والسلطة. إذا ما قدر يسوي شيء ما راح ننجح أنا بالطبع. زين تتوقع زين أخ أبو علي، سؤال، افرض انه طلع الشعب العراقي يقول انا اريد سين من الناس، تتوقع الكتل السياسيه اللي صار لها 16 سنه مستفاده وصارت عندها ميليشيات وعندها سلاح وتحكم وتقتل وتصلخ راح توافق بهذا الشيء؟ حلو، اكيد ما راح تقبل. انا اقولها من اكيد ما والحل راح. شنو راح يسوي؟ هم راح شنو راح يسوون استاذ الكريم؟ هم ايش عندهم غير القامه؟ ما عندهم شيء. وترى للعلم يعني حتى الان اللي قبل كانوا يكذبون ويقولون احنا مع الشعب، وانا هسميها رسميه راح اقول اسمائهم وانا اتحمل مسؤوليه، مقتدى الصدر وجماعته اليوم انبطحوا الايران وراحوا على شنو؟ على اساس ان هم معارضه، وما من 2003 لحد الان اسم معارضه يعني هروب وانبطاح. راح يجوا راح يجون قمع المتظاهرين. بهذه الحاله راح الامم المتحده اللي احنا مو اي سين شبه اي سين من عندنا راح تتدخل، لان العالم راح يشوف اكو قمع، اكو قتل موجود بالعراق، فراح تتدخل الامم المتحده. منو ايد الامم المتحده الطوله؟ هي الولايات المتحده الامريكيه. احنا شو نسوي؟ بين نارين، الشعب العراقي صار بين نارين، نار امريكا ونار ايران. صحيح هم اثنينهم ما يرحموننا، لكن على الاقل الجيل الموجود حاليا مو مثل جيل 2003 اللي كان يشم ريحه الاسلاميين سواء من السنه او من الشيعه، والاكراد كانوا يشمين روحه الاكراد على حسب القوميه. اليوم الجيل هو راح يحدد مساره اذا دخلت الامم المتحده سواء نفسها الامم المتحده او امريكا. طيب فلذلك يا اخي الكريم احنا اذا ما سمينا اليوم ما راح تنجح، راح يجيبون واحد يخلونه يقول اعلانات مبكره وانتهت وراحت، هذه حقه المظاهرين مثل ما قلت صار 3-0، وبالنهايه راح هم يرجعون بقانونهم الجديد اللي هو اساسا قانون مفصل. طيب على مقاسهم هم. طيب شكرا 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 لك ابو علي. عندي اتصال من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله الدوم يا نمر العراق يا اسد العراق. استاذي الكريم نؤيد الاعتصام وتحقيق المطالب الشعبيه، ولكن يا استاذي ايضا
نتمنى يعني صرف جزءا من مليارات الجمهورية للفلاحين والمزارعين والمتقاعدين وكذلك العاطلين عن العمل يا أستاذي، وكذلك تصحيح المسار وبناء ما هدم من بيوت يا أستاذي، وكذلك أيضا توزيع نصف المليارات للمعتصمين وتطهير العراق من الحشيش والحبوب والمخدرات. حياتي لك للبرنامج وللقناة يا أستاذي. حياك الله أخ سعد. قبل ما يدركني الوقت أتحول إلى برنامج الواتساب، عندي أول رسالة. تحية حب واحترام لكم أيها الأبطال في قناة الرافدين. مع الأسف التظاهرات يقودها الآن ويسيطر عليها تيار صدري ويريد أن يصبح رئيس الوزراء من سائرون حصرا. مقتدى استولى على التظاهرات منذ أن أسس القبعات الزرقاء وأدخلهم بحجة حماية التظاهرات، والآن هم يتحكمون بالتظاهر والمطعم التركي. تحياتي أخوتكم الثائرة ماهن الشريش أم حسن. أتمنى أخ أفل العزيز أن تقرأ رسالتي واسمي. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق. إلهي بحق اسمك الأجل العظيم، اكفي العراق وأهل شر مقتدى وأتباعه، اجعل بأسهم بينهم وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، فهم سرطان العراق وسبب دماره. تحياتي أخوكم الثائر الرزاق شنية أم زيد من ذي قار. تحية لك أخي أفل المرجعية، تريد أو في شعاراتها ترفع في خطب الجمعة شعارات المجرب لا يجرب، فهذا ضحك على الذقون. الأحزاب الفاسدة سترحل ويأتي نظام جمهوري رئاسي يشرق به شمس العراق، يعيش العراق حرا أبيا شامخا عصيا على الفاسدين. أخي أفل، محافظ صلاح الدين السابق سرق أموال النازحين، نرجو من المحكمة أن تحكم على هذا المجرم الذي سرق أموالنا، عبد الله أبو مازن وقيس الخزعلي. عاش العراق يسقط نظام المحاصصة. رسالة أخرى، راح أدزلكم وثيقة من مركز محافظة. نحن أبناء وأخوان وأولياء أمور أبناء محافظة الأنبار المعتقلين من سيطرة الرزازة والذين مضى على اعتقالهم أعوان عدة دون أن يرتكبوا جرما أو ذنبا سوى أنهم هجروا من قبل الإرهاب وتنظيم داعش المجرم. كان في نيتهم أن يلوذوا بالدولة والقانون واستظلوا بحمايتها وأمنها، لكن القدر كان يخبئ لهم ولنا الفاجعة والجرح العميق. أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أستاذ أفل ولكادر القناة العراقية والمشاهدين الكرام. اليوم يحتم على الثوار في ساحات الاعتصام والتغيير حسم موضوع الحكومة، حكومة متكاملة من داخل الساحات بشرعية الشعب وإرادته، ولا تأخذكم لومة لائم بالحق، والله ناصر الحق على الباطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب واحترام لصوت الشعب. تحية لثوار العراق الصامدين بوجه إيران الخونة الفرس النجس. ربي ينصرنا ويرجع العراق الحضارات بعون الله. أم فهد من أربيل، السلام عليكم، أريد أعرف شنو معناها حزب الله ضرب الأمريكان بصاروخ كاتيوشا. الله وكيلكم الأمريكان، ما نطوا للثوار ولا بطانية ولا خيمة واحدة، والتكتك هو صناعة هندية، بس هذا كله من جواراس خامنئي أبو البلاوي منتظر من كربلاء. السلام عليكم أخي الكريم، ما تقوم به الأحزاب من سحب وترشيح الوجوه الكالحة لرئاسة الوزراء هو دليل على فشل هؤلاء الفاسدين بما تسمى العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 وإلى الوقت الحاضر. تحياتي لكم. أعتذر من باقي السادة المشاهدين واللي دزولنا رسائل، لكن الوقت أدركني. نلتقيكم على خير إن شاء الله، يلتقيكم برنامج صوتكم غدا بنفس الموعد إن شاء الله بحلقة جديدة. في أمان الله.